بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أعزائي المدربين، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتي لهذا اليوم هي متطلبات التدريب والتمرين، وهي جزء من المحاضرات التي ألقيت، وهي واحدة من المحاضرات التي ألقيت على مسامعكم من تقنية الزوم، واليوم سنلقيها عليكم من الموقع الجديد الذي حدد من قبل اللجنة الفنية والتطوير ومن ضمن قسم التعليم والتطوير في اتحاد كرة القدم أو في اللجنة التطبيعية أو الدائرة التطبيعية في كرة القدم. الحقيقة هذا الموضوع يكاد أن يكون هو شامل ويمكن أن يحتوي على كل العملية التدريبية وبكل أنواعها وكل مضامينها، ولذلك من الضروري جداً للمدرب وللاعب وكل المعنيين بكرة القدم أن يتعاملون مع هذا الموضوع بجدية، وأن يطلعون على كل الخفايا التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير اللاعب والفريق لتحقيق الإنجاز العالي. كرة القدم اليوم وجميع خصوصاً أخوان المدربين وأيضاً المحاضرين الآسيويين في اتحاد كرة القدم واللي تعاملوا مع هذه المحاضرة والتي ألقي من قبلهم هذه المحاضرة على بعض الدورات، وخصوصاً في دورات السي والبي وحتى في دورات الأي، أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة اللي تلقى دائماً على هذه العملية. ولذلك اليوم كرة القدم توصف بأنها لعبة هي أكثر تعقيد مما كانت عليه سابقاً، أي أنه في زمن ما كانت كرة القدم تلعب بطريقة سهلة وبطريقة بأسلوب لعب واحد، وبالتالي لا تحتاج إلى متطلبات عالية ولا تحتاج إلى متطلبات بدنية أو نفسية أو ذهنية، وبالتالي كان اللاعب أو المدرب يقوم باتباع أسلوب نمطي واحد ويبدأ المباراة وينهي المباراة بنفس الأسلوب أحيانا إلا بعض التغييرات البسيطة، ولكن باختلاف طرائق اللعب أصبحت يجب أن يكون على أن تكون هنالك هذه الاختلافات، يجب أن تكون هناك متطلبات بدنية عالية، أيضا يجب أن تكون هناك متطلبات نفسية عالية وأيضا متطلبات ذهنية، وأحيانا حتى على مستوى طرائق اللعب. هذه طرائق اللعب المتنوعة يحتاج لها لكل نوع من هذه الأنواع طريقة تدريبية ومتطلب نفسي عالي ومتطلب ذهني أيضا عالي، وبالتالي على المدربين اليوم مدربين واللي هم كلهم إن شاء الله كلهم إمكانيات وقدرات واللي تعاملوا مع الدورات التدريبية الأي والبي والسي، تعاملوا معها بجدية أكبر وطلعوا على كل ما يمكن أن يضيف لكرة القدم ويزيد من حلاوتها ويزيد من متعتها، وكل ما كانت كرة القدم أكثر وضوحاً وأكثر سهولة وأكثر سرعة أصبحت كرة القدم هي الآن اللعبة الشعبية الوحيدة في العالم اللي جاءت محبة الناس لها من خلال ممارستها ومن خلال مشاهدتها إلى غيرها من الأمور الأخرى، واستخدامات عديدة جعلت من كرة القدم أن تصبح بالطريقة الحالية. لذلك على المدربين مرة أخرى أؤكد، وهذه نقطة مهمة جدا، هو على المدربين أن يأخذوا بنظر الاعتبار هذه المتطلبات الجديدة وفقا لما عليه كرة القدم الحديثة اليوم، وبالتالي يجب أن يغيروا من أساليب عملهم، من أساليب تعاملهم مع العملية التدريبية، أي أنه العملية التدريبية اللي تشمل طرائق اللعب وأساليبها ثم المدرب وأمكانياته وقدراته، اللاعب ومستوى أعداده وعمره التدريبي وغيرها من الأمور الأخرى، يجب أن هذه المتطلبات يجب أن تكون حاضرة في ذهن المدرب بشكل دائم
وأن نتخلص من النمطية في عملية التدريب وأيضا حتى وصولا إلى تحقيق الإنجاز العالي. اليوم كرة القدم وعليه كرة القدم اليوم ومستواها أو مستوى الأداء بكرة القدم وفقا لتلك المتطلبات التي تحدثنا عنها واللي هي الآن تجرى بطريقة تدريب متداخل، أي أنه بدل ما كنا نلجأ إلى أن ندرب الجانب البدني بمعزل عن الجانب المهاري والجانب المهاري بمعزل عن الجانب البدني والجانب البدني بمعزل عن الجانب التكتيكي أو الخططي، لذلك علينا اليوم أن نذهب بالاتجاه لأبسط ولأحدث عمليات التدريب هو التداخل بين القدرات البدنية أو المتطلبات اللعبة بكاملها لغرض أن نحقق الإنجاز العالي، لأن نستفيد من الجهد ومن الوقت علينا أن نقوم بعملية. بس هذا لا ينسى أنه إحنا عندما نقوم بعملية التدرج في التدريب وأن نبدأ كان يكون من الإعداد العام، اللي يتطلب الإعداد العام أن يكون المتسيد هو الجانب البدني ثم الجانب المهاري أيضا وثم الجانب التكتيكي. فإذا أردنا نسوي نسبة تناسب في مرحلة الإعداد تكاد أن تكون معظم الوحدة التدريبية هي فيها جانب البدني، لكن أيضا مقابلها التأكيد على الجانب البدني، لكن أيضا التأكيد بقل بأهمية أقل، أي أنه جانب المهاري يأتي من خلال الإعداد والارتقاء بالإعداد البدني، ثم عندما نذهب إلى جانب التكتيكي أي أنه عندما نلعب واحد ضد واحد هو جانب تكتيكي، ولكن هو حالة بسيطة من اثنين ضد واحد أو ثلاثة ضد اثنين وهكذا عبارة، ولكن يمكن أن أديها بسرعة عالية وبقوة أيضا وبمطاولة القوة أيضا ومطاولة السرعة أيضا، لكن بالمقابل أنه جانب المهاري نأكد عليه. وهكذا كل ما نتصاعد، أنه تعرفون أنه العملية التدريبية هي عبارة عن عملية متدرجة، بعد ما نبدأ مع الإشبال ومنع الناشئين نشوف إحنا نأكد على الجانب البدني ببدايته، ولكن نأكد على الجانب المهاري هو المتسيد في العملية التدريبية، ومن ثم من ندخل إلى الجمل التكتيكية البسيطة هو عبارة عن عملية اندماج وتداخل بين الجانب البدني والجانب المهاري والجانب التكتيكي. وبالتالي مستوى الأداء بكرة القدم وتدرج مستوى الأداء بكرة القدم صحيح أنه متداخل في الوقت الحاضر، ويعني هذه وجهة نظري الشخصية أنه أنا أجأ باتجاه للاستفادة من الوقت والاستفادة من الجهد ولتوفير الجهد للاعبين وللمدرب، علينا أن نقوم بعملية التداخل، ولكن هذا التداخل يجب أن يكون أحدى هذه المتطلبات هو المتسيد في البداية، كان يكون مع الإشبال المتسيد هو الجانب المهاري، ثم مع الناشئين والشباب المتسيد بجانب الجانب المهاري يجب أن يكون هناك نسبة كبيرة للجانب البدني، ثم نرتقي بالجانب التكتيكي شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى عملية التكامل في عندما نقوم مع المنتخبات الأولمبي والشباب والوطني، وبالتالي إحنا أدينا عمل جيد جدا. أنا أعتقد أنه عملية التدريب هي عملية يجب أن تكون مقننة منظمة ذو أهداف ذو مضامين، والأحمال التدريبية يجب أن تكون هذه الأحمال أيضا أن نتبع الأسلوب التدرج في تنظيم وتقنين الأحمال التدريبية، أي أنه عندما نبدأ في بداية العملية التدريبية سكين تكون مع الأشبال ومع الناشئين، يجب أن تكون الأحمال التدريبية تطغى عليها صفة الأحمال التعليمية، أي أنه إحنا نعمل من أجل أن نعلم اللاعب خصوصا بالجانب المهاري، وبالتالي تعليمنا بالجانب المهاري أو التعليم دائما يعتمد على الحصول على الدقة في عمليات التعلم، ثم عندما نبدأ نتعلم بشكل ونتقن الأداء المهاري ثم ننتقل إلى الجانب البدني اللي إحنا أيضا داخلنا معه، ولكن كل ما نصعد يعني على عمر أو على مستوى معين ولا عمر تدريبي يجب أن نتصاعد في الجانب البدني وهكذا نتصاعد في الجانب التكتيكي. إذن التدريب هي عبارة عن التدريب الفعال، التدريب المنظم، والتدريب اللي يأخذ الصفات التالية: أن يكون هذا التدريب مخطط
وأن يكون تدريب ذو مضمون ثم تدريب حسب الطريقة. يعني عندما أريد أدرب حسب طريقة محددة لكل نوع من أنواع التدريب، التدريب البدني يجب أن تكون له طرق تتنسجم أو طرق تسمى بتدريبات أو طرق التدريب البدني، ثم طرق التدريب المهاري، طرق التدريب التكتيكي، وأيضا هنالك طرق جامعة من خلال عملية التداخل في هذه الجهة، أي أنه لكل هدف كي نحقق الهدف يجب أن تكون هنالك وسيلة للحصول على الهدف، وهذه الوسيلة هي الطريقة التي توصلنا إلى أن نحقق هدفنا ومضمون عمليتنا التدريبية بهذا الشكل. الأحمال التدريبية مثل ما قلنا دائما تتدرج صعودا إلى أن نصل إلى مراحل التكيف مع المنتخبات الوطنية، أي نأتي بأحمال تدريبية عالية وتدريب عالي، تدريب فعال، تدريب منظم، وبالتالي احنا اعتقد انه علينا ان نتعامل مع هذه المضامين بشكل كبير جدا وبحذر ايضا، اي انه الحمل التدريبي كما تعرفون انه الحمل التدريبي هو بثلاث مكونات، المكون الاول هو الشدة وثم الحجم، وبين الشدة والحجم هنالك راحة من خلالها نستطيع ان ننظم هذه الاحمال التدريبية، وبالتالي فترات عندما نعطي حجم كبير يجب أن نعطي راحة كبيرة ولكن شدة أقل، عندما نكون الشدة كبيرة يجب أن نعطي راحة كبيرة ونعطي حجم أيضا أقل، وهكذا هي عبارة عن عملية تنظيمية. وبالتالي من أولى مهمات المدرب هو أن يستطيع أن يقنن الأحمال التدريبية بشكل يؤدي به إلى أن يحقق الإنجاز ويحقق عملية التكامل عند اللاعب وفي عملية التدريبية بشكلها الكامل، ووفقا للخطة الموضوعة، ووفقا للفروق الفردية، وفقا للأعمار التدريبية، وهكذا كما هو عليه في كل الأمور الأخرى. لذلك أنا أعتقد أنه هذه التدريب، ولكن في هنالك مفردة أنا أعتقد من الضرورة أن توقف عندها، وهي أنه في بداية موضوعنا كان موضوعنا هو تحت عنوان متطلبات التدريب والتمرين. حقيقة ويبدو بالوهلة الأولى أن هذا المصطلح وهذا العنوان هو عبارة عن مصطلح واحد، أي أن التدريب والتمرين هو واحد، بس بالحقيقة هي هذه عملية تختلف، أي أن التدريب يختلف عن التمرين بشكل كبير جدا، أي أن التدريب هو عبارة عن عملية مخططة ويمكن تأخذ مدايات أيضا مختلفة، هناك تدريب طويل الأمد، هناك تدريب سنوي أو موسمي أو فصلي، وهنالك تدريب، ويعتبر الوحدة التدريبية اليومية هي أصغر تنظيم في العملية التدريبية أو أصغر تخطيط في العملية التدريبية، أيضا مخططة الوحدة التدريبية. ولذلك أما التمرين هي تلك الفعاليات والتمرينات، هي تلك الفعاليات والتمرينات التي نستطيع أن ننفذ بها الأحمال التدريبية ضمن الوحدة التدريبية أو ضمن المواسم المختلفة، وحتى لو كان على مستوى عالي على مستوى، أي أنه التمرينات هي تلك الفعاليات التي من خلال ننظم عملنا أو الأعمال أو نقنن العمل التدريبي من خلال شدة وحجم وفترات راحة. وبالتالي أنا أعتقد على اللاعبين وعلى المدربين وعلى المعنيين أن يراعوا هذه المسألة بشكل كبير جدا. كنت في يوم من الأيام أنا رئيس اللجنة العلمية في كلية التربية الرياضية، كلية المركات تسمى كلية التربية الرياضية، وكنت أصدر نشرة يومية أو أسبوعية هي لفك الارتباط بين بعض المترادفات كالتدريب والتمرين أو التعلم والتدريب، التعلم والأداء، الأداء وغيرها من الأمور الأخرى، القوة القصوى والقوة يعني أعلى قوة يمكن أن تعطى، وهكذا كثير من المصطلحات اللي موجودة ليس فقط في كرة القدم أو في تدريبات كرة القدم وإنما في كل الرياضات. هنالك نحن المعنيين يعني بالعمل التدريبي أو العمل التنظيمي أو العمل التخطيط كنا نداخل بين بعض المترادفات اللي كل وحدة من العتم تحمل معنى، ولكنها تبدو للوهلة الأولى أنه هي عملية متداخلة، وهي حقيقة متداخلة إلى أبعد حد
لا يمكن الفصل بينها إلا في بعض الأحيان عندما سلط الضوء على كل مفردة من عدهن أو على كل مصطلح من المصطلحات، نجد أنه حتى بالتسمية حتى بالمصطلح حتى بالمضامين أنه هذه الأمور تختلف كليا. ولكن هذا الموضوع قد يطول، ولكني باي ذا واي أنه تعرضت إلى هذا الموضوع حتى إلى هذا الموضوع حتى من خلاله نستطيع أن نتعرف أو أن عندما نتعامل مع العملية التدريبية يجب أن نعطيها حقها ونستخدم المصطلحات العلمية التي تنسجم مع كل هذه المواضيع وبشكل دقيق جدا. ولذلك إذا كان هنالك موضوع في يوم الأيام إن شاء الله ندعي الكثير من المختصين في عملية التخطيط وفي عملية التدريب وعملية الفصلجة، ونشوف نسوي ندوة كبيرة جدا لكل المعنيين في العملية التدريبية إن شاء الله عندما الله سبحانه عز وجل يرفع عنا هذه الغمة وهذا الوباء الخطر القاتل، وأن يحفظنا ويحفظ يحفظكم ويحفظ عوائلكم ونحن منكم إن شاء الله وكل المسلمين وكل الناس في هذه في مشارق الأرض ومغاربها، أنه أن يعم السلام والأمان والصحة على جميع الناس. ولذلك لكل حديث لكل وقت حديثة إن شاء الله، وسنعمل على أن نكون جاهدين في هذه المرحلة حتى نروح إلى موضوعنا ونكمل موضوعنا بعد هذه الطلعة التي أعتقد أنه كان ضرورية كبحد أدنى من قبلي أن أسلط الضوء عليها لأنني متعامل معها بشكل كبير. هذا الموضوع وهو عمر الإنجاز عند لاعب كرة القدم 10 سنوات أو أكثر، هذا يكاد أن يكون هو أهم ما موجود في هذه المحاضرة، حيث أنه الرياضات المختلفة ووفقا لنظرية الاستعداد ونظرية الاستعداد أنه تختلف في الفترة أو في الخضوع اللاعب إلى الفترة الزمنية التي من خلالها يمكن أن نذهب بشكل متدرج إلى حصول على الإنجاز. ونظرية الاستعداد هي تلك النظرية التي تتعامل مع العملية التدريبية وفقا لأعمار اللاعب، أي أن قدرة اللاعب على أن يتحمل الأحمال التدريبية تصاعديا بحيث أنه تؤدي إلى أن يحقق الإنجاز العالي. على سبيل المثال في كل الألعاب، يعني إحنا إذا أردنا أن نعد لاعب الجمناستيك نعده أو الجمباز كما يسمى أحيانا، أن نعده للحصول على الميدالية الذهبية في الدورات الأولمبية، من أي فترة يمكن أن نبدأ؟ العالم الآن بشكل كامل وبشكل دائم يقومون بعملية إعداد لاعب الجمناز يمكن من أعمار 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات كحد أدنى، وبالتالي ويتدرجون إلى أن يصل إلى عمر 12 سنة أو 10 سنوات، من 10 إلى 12 أو 12 إلى 14 يصل إلى تحقيق الأعلى الإنجاز، أي يكون في قمة الجاهزية للاعب لتحقيق، بحيث يخضع إلى تدريب عنيف وتدريب لساعات طوال على اعتبار أنه اكتملت كل المتطلبات البدنية والنفسية والذهنية، وأيضا اللاعب استفاد من كل الفترة التدريبية السابقة. بدأنا بال4 سنوات نستفيدين من بعض المتطلبات التي تحتاجها لاعب الجمناستيك، وهي كان يكون لديه مرونة عالية، ثم أنه الجمناستيك لعبة مغلقة، أي لعبة يعني بيها بداية وبيها نهاية واضحة جدا. فلذلك على شو نسوي؟ احنا نقوم بعملية التدريب لعاملين، أول مستفيدين من المهارة، واثنين مستفيدين أنه احنا في هذه المهارة نأكد على عملية الإعداد المهاري. تشوف أنه لاعب الجمناستيك هو يقوم فقط لأنه شلون يمكن أن يضبط مهاراته بحيث أنه ما يؤدي المحاضرة يعني مهارته، واللي هي تقييمها على أساس قيمة الدرجة ودرجة الصعوبة التي يأتي بها اللاعب، وبالتالي درجة الصعوبة تأتي من خلال أن يضبطي لكل متطلبات الجانب المهاري. الروح اللاعب السباحة أيضا يبدأ من مبكر على اعتبار هي أيضا من المهارات المغلقة واللي تتطلب فقط
هو كيفية يمكن أن نتعامل مع الجانب المهاري بشكل كبير جدا، وليس لدينا تكتيك أو أمور متغيرات أخرى يمكن أن تأثر على ضبطنا للأداء المهاري. لكن عندما نروح إلى لاعب الأثقال يشوف إحنا لا يمكن أن نبدأ بالأعمار الصغيرة لاعب الأثقال، وإنما أقل عمر يمكن أن يبدأ واللي يمكن أن يسمى ناشئ هو يمكن بعمر 10 سنوات أو عمر 12 سنة، وبالتالي عندما يصل إلى عمر 22 يمكن أن يروح، أو يمكن 20 سنة يمكن أن يروح يؤدي إلى أعلى الإنجاز ويكون في مستوى الجاهزية إلى يعني الأثقال. أيضا هو من اللاعبين لكن يعتمد على القوة وقدرة العضلات وبناء الجانب العضلي على حساب الجوانب الأخرى، أيضا يعتمد على الجانب المهاري بشكل كبير وهو كيفية الضبط وكيفية القيام بالحركة سواء كان في كل أنواع الحركة. لكن عندما نذهب إلى كرة القدم كأن يكون إحنا لا يمكن أن نبدأ بكرة القدم ونحمل اللاعب في أحمال كبيرة وندخله في عملية التنظيم والتقنين في الحمل التدريبي، وإنما نبدأ بعمر 8 سنوات كأن يكون فقط بأن نحفظ الجانب المهاري. وبالتالي عندما نحفظ الجانب المهاري إحنا نتدرج أنه من 10 إلى 12 سنة راح نكون على مستوى عالي. إذن أخواني الأعزاء هذه هي نظرية الاستعداد، وأنا لي في هذا المجال كتاب اسمه نظرية الاستعداد وتطبيقات المناطق المحددة بكرة القدم، واللي هو موضوع مهم ومهم جدا. حتى نذهب إلى أنا أعتقد هذا كل ما طرحته في هذه المحاضرة إنه قد تعاملت معه جميعاً، وخصوصاً إخواني المحاضرين عندما ألقوا على في الدورات السي والبي والأي، وحتى قسم من عندهم أخذوها في البروعة لاعتبار إنه هي محاضرة شاملة لكل أنواع العملية التدريبية في كرة القدم. أنا أعتقد إنه هذا الموضوع نحن جميعاً تعاملنا معه، وبالتالي يعني أشكر لكم حسن إصغائكم لهذه المحاضرة المهمة، وأنا أعتقدها مهمة ولذلك عملت على انتقائها لما لديها من فائدة وفائدة كبيرة لأخوة المحاضرين والمدربين وحتى للاعبين. وقد ألقيت هذه المحاضرة ضمن منظومة الزوم اللي قام بإعدادها الإخوان في قسم التعليم والتطوير في الدائرة اللي تابعة للاتحاد الآسيوي، واللي أنا أتشرف واللي رأسها الأخ وسام نجيب، اللي أنا وهي واحدة من 4 أقسام هي قسم التعليم والتطوير، ثم قسم الجراس روت أو البراعة ما يسمى هكذا، ثم الرياضة النسوية أو كرة القدم نساء وتطوير الشباب، واللي أشرف تماماً أن أكون مشرف على هذه الدائرة. سوف نتواصل معكم كثيراً بما أنه قد فرض علينا أن نعمل وأن نتفاعل وأن نتواصل جميعاً من خلال هذه الدوائر ومن خلال الكمبيوتر أو من خلال الزوم أو من خلال مايكروسوفت وغيرها من أنواع الأساليب التقنية الجديدة. أنا أعتقد فادتنا فائدة كبيرة. نتمنى من الله العلي القدير مرة أخرى أن يحفظكم ويحفظ عوائلكم، ومن الله التوفيق أولا وأخيرا.